عليكم. السلام عليكم. احنا سؤالنا اليوم شخصيتك على عائلتك شلون؟ شخصيه الرجل يكون شخصيته قويه خاصه بالبيت. انا اكو زلم يعني اتعجب منها، شخصيتها ضعيفه ومهزوزه، يعني ما يروح لامه وخاصه قدام مرته. المره شو تخاف منها؟ والله انا مو متزوج، اكذ المره فصرها فصر. لا ابوي تخاف من عدم السكت حق زوال روحك.